مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من هذا البرنامج. فريق عمل برنامج حكايتي في امريكا انتقل اليوم لماريلاند اللي هي ولايه في امريكا، باش اننا نصوروا حلقه جديده وخاصه وحصريه جدا مع اصغر فاشينيستا في العالم العربي غاليه ريحان. اكتشفوا عالم غاليه الفاشينيستا عن قرب. المغربية الأمريكية المحبوبة من طرف مجموعة من النجوم والإعلاميين العرب، كونها تنشر صورها على صفحتها الخاصة بالإنستغرام وهي ترتدي نفس لباس وستايل الفنانين، ونجد صور غالية في عدد كبير من صفحات النجوم. معي ومعكم مشاهدين الكرام أم غالية الفاشينيستا للا فاطمة الزهراء، أهلا ومرحبا بك ومرحبا بنا عندك. بكم وشرفتونا في هذا النهار، هذا شرف كبير لنا انكم جيتوا عندنا وانكم تأدبتوا، باسكو كنا غادي نديروها شحال هادي ما مكتبش الله، ربي يخليك. شكرا لك. وانا بغيت نسولك كيف ما كنشوفوا وكيعرف الجميع، غاليه فاشينيستا، اصغر فاشينيستا عربيه في الانستغرام، تشهرات بزاف وتعرفات باللوكس ديالها لانها كتلبس ازياء زويونه وذوقها زوين وذوق الام ديالها زوين. حنا بغينا نعرفوا كيفاش البدايه ديال صفحه الانستغرام ديال غاليه. صفحه الانستغرام بديتها من 2013 مع 2014 مي بديت شحال هذيك، كنت نحط بزاف الناس اللي تعرفوني وتعرفوني من قديم، انا مبلوعه بالصور وكنت دائما تنصورها وكنصورها وهي صغيره وكنحط التصاور ديالها في الانستغرام. ومن بعد ولات الدرس يقول لي نو ما تبقاش حتى تصاورها لانه زعما العين وداك الشيء، ودرتها ولات كنحطها في الانستغرام متخبيه عليهم ما مشهورش بزاف، ما كانوش نادي الناس بزاف العائله وداك الشيء، ما كعرف العائله عندها عمامها، عندها عمها بلوتو واحد، عندها عمتها، عندها خوالاتها، عندها العائله جد. وفي الانستغرام ولات بلا ما يعرفوا ايوا تشهرات بحال هكاك. شنو هو السبب اللي في نظرك خلى ان غاليه لاباج ديالها تولي عندها بزاف ديال الفولورز؟ اللي خلى عندنا الفولورز اول حاجه الستايل ديالها اللي كتلبس، بزاف الناس كيعجبهم الستايل اللي كتلبس، هذا هو اول حاجه، لانه اللبس ديالها شي تكون شويه مختلف بحال اللبس ديال الكبار، لان هي عندي البنت الوحيده وهي الكبيره وانا ما ولدتها حتى درت 12 عام ديال الزواج، فذاك كانت اول فرحه ليا. ومع ما بقيت معنا ما بقيتش خدامه تنقول، وداك الشيء اللي كنت نلبسو راسي وداك الشيء ولات كنديرو لها هي. وتشهرات عاوتاني حيت بزاف ولات كدير الاوتفيت، اللبس ديال الاوتفيت ديال اي واحد، ما سبب باجا انه فنان بصفه انه تكون ديالك ديال اي واحد ديال صحباتي، الاوتفيت تلبس بحاله. وديك القضيه تاع هي زادت شويه والحمد لله، زعما عندها معجبين بزاف، وحتى الستايل تاعو ديالها اللبس ديالها كيفاش كتلبس، كيفاش سبونطاني كتلبس، ماشي كتصنع ولا شي حاجه، هي انت شتيها هي بوحدها كتدير لي بوز وكتصور بوحدها زعما تعجبها. احنا عرفنا بلي عدد من الفنانين والمشاهير العرب داروا ريبوست او بما يسمى بريبوست بالانستغرام، اللي هو اعاده نشر ديال الصور ديال ريحانه. بغينا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى هاد الناس يعني يحبوا ريحانه لهالدرجه انهم يديروا لها ريبوست لي فوتو ديالها. يمكن تعجبهم عجباتهم حيت مولا ديما غتشوفي شي واحد حط لك الصوره ديالك، اون فوا كتدخلي لاباج ديالو وكتشوفيه كيفاش هو داير، صافي دير دخلوا عجباتهم وبزاف بزاف، ماشي ما تبارك الله ما شاء الله الفنانه الكبار يعني دينا حداد، راغب علامه، عاصي الحلاني، بزاف زعما صوت لوجين، عمران، بلقيس، الناس اللي تيعجبوني وعزيزين عليا، والحمد لله أنها لقات صدى كبير وعجبت الناس.
المدرسه ايضا مسمين عليها سكول فاشينيستا، يعني البنيه زونه صغيره اللي كتلبس مزيان هي اللي كتلباسه في المدرسه. راك عارفه كتمشي لهم في المدرسه بحال بحال بوباي. انا اللبس ديالها اللي كان انا كيفاش كتصور هي نورمالمون لي فوتو كيفاش كندير لهم في الصباح ملي كتقول الناس اللي تيعرفوها وكيمتبعينها تيعرفوا ان في الصباح ملي كتكون غادي للمدرسه الاوتفيت اللي كتمشي به المدرسه هو اللي كنصورها به. هادي ما كتصورش زعما الاوتفيت باش كتكون غادي للمدرسه قبل ما تركب قبل ما تطلع السياره كتصور وكنمشيو صافي وديك الصوره كنعاود ننشرها صافي. هذا هو البروغرام ملي كنبغي نحطها كيتسناو تيقولوا لي تنتسناو نشوفوا اش لابسه اليوم اش لابسه اليوم واشنو رد الفعل ديالها. واش هي عارفه نفسها انها مشهوره في الانستغرام مشهوره عند الناس فاش كتمشيو وتخرجوا للبلايص مثلا اللي فيهم العرب هنا في امريكا في واشنطن في ماريلاند نتوما في ماريلاند واش كتحسي بان الناس كيجيو يسلموا عليها كيتصوروا معاها هي شنو رد الفعل ديالها؟ هي ما كتعرفش انها مشهوره تاس اي دابا ملي كتقول لها الفانز ديالك ولا صحاب ولا الفريندز كتقول لهم هي كتحاب راسها كتهضر مع ولاد القسم ديالها كتقول لهم هاي ماي فريندز ولا هاي ماي فانز ديك عندها في راسها كتهضر مع ولاد القسم اصحابها في المدرسه ما كتهضرش مع الناس اللي ما كتعرفش. دابا عندها كل شيء هي راه غير العالم الداخلي ديالها صحابها في المدرسه لانك عارف احنا بعاد على العائله وهذا هو الحاجه الوحيده اللي كتقربنا من العائله. من هنا عندي عائلتي عندي عائله ماما عندي عائله بابا عندها عائلتها هي من جهه بابا حتى هي في حنا ولاد الدار البيضاء واللي ما تعرفش بزاف انا راه بنت كازا وبنت ديال القديمه وبزاف بزاف بزاف تعرفوا انني هذه الحاجه اللي كتخليني قريبه من انا بابا وماما في المغرب وعائلتنا تبارك الله كبيره ولكن مشيت كل واحد في بلاد كلهم متبعينها وكيشوفوا تصاورها وكتعجبهم وتعجبهم كيفاش وانا دابا نشوفهم كيفاش كيكبروا. عندي بالضد زكريا اخوها ما تيحملش تصور قاعدة حاجه عنده هي تقول لي تصور ولكن هي تبارك الله احنا حتى فاش ما لقيناش معاها مشكل حتى فاش كنا كنصوروا معاها تبارك الله كتقول لها غير كتقول لها بوز وهي كتنطلق يعني لا هي 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 هي, هي, هي لي سبونطاني في التصاور وهكاك هو لا زكريا خوها هو الضد ديالها ما عندوش مع التصاور ما يبغي هو بحال بابا شبه بابا هي شبهتني انا بابا ما عندوش مع التصاور كنصوره هو بزز فاطمه زهره بغيت نسولك واش كتنصحي انت اي ام انها دير البنيه ديالها بحال هكا تكون فاشينيستا ولا الابن ديالها انها تبدا تلبسو وتصورو وتنشر التصاور ديالو يعني ويشوفوا العالم ولا انت ضد انت زعما ما كتنصحيش ولقيتي دي بروبليم؟ انا ما الا كانت شي وحده عندها ماشي انت الامكانيات ولكن تقدر تلبسي غير من ماشي بالضروره انك تلبسي البراندز ليك الماركات العالميه ولا شي حاجه باش تشهري تقدري تلبسي غير المشكل هو التناسق والذوق راه ما يمكن تشري حاجه رخيصه وتكون عندك الذوق وتنسقيها وتنشريها. علاش ماشي مشكله الا كانوا الامهات عارفين ولادهم غيبغيو يتصوروا ليهم وغادي يكونوا عادي ماشي مشكله. انا كيف ما قلت لك كتصور غير ملي كتكون غادا للمدرسه ولا كتصور ملي كنكونوا خارجين لشي مكان رايحين زياره عند اختي. عندي اختي هنا عايشه في امريكا حتى هي كنتلبس وكنتخرج كان غادي نلبس كتلبس اللبس ديالها وكتمشي للمدرسه وكتصور علاش لا ماشي مشكل والعين وداكشي الله اللي تيحفظ. كي دايره فاطمه زهره غاليه مع المدرسه واش كيقراو العربيه والانجلي ولا كتقرا غير الانجلي؟ كتقرا غير الانجلي ولكن الحمد لله هي الاولى في القسم دائما تجيب لايك جوجو بوينت ياك ريحان دائما هي الاولى ودائما تعطوها الاساس ديالها. class I get Jojo point but Mrs. Garvin's class I don't. كديرو ما كاين ما عندكمش مستر غارفين class Jojo point. والعربيه حنا كنقراوها لحد كتمشي من 9 الصباح لوحدة العشيه كتقرا العربيه عندهم دي كلاسز تخرج من العربيه القران الارت كيعلموهم كيفاش الوضوء وكيفاش كيعلموهم على الدين ديالنا وداك الشيء وكتقرا القران وكتعلم العربيه لان بغينا دابا كتقرا الحروف الالف وباء وداكشي كتعرفهم ولا كتعرفهم الحمد لله. حتى انا بغينا نتعلم واخا تقرا غير القران وحافظه غير داك الصورات الصغيورين باش تصلي ماشي الا كانت تعرف كتعرف رمضان يا شنو رمضان شنو ديال الجامع ودي الاكبر الله اكبر عند واحد القضيه حنايا عندنا هنا في امريكا راك عارفه في كريسماس كيديروا لهم داك الساب انا عرفتي اش كندير لهم في السابا في تري كنديروا لهم في رمضان
30 يوم ديال رمضان كلها كندير لهم سابا هنا كنشعلهم الضوء داك الشيء والضوا وبحال حنا عندنا كريسمس بطريقتنا. راح ندوي سيليبري كريسمس؟ لا علاش؟ بيكاد مسلم. شكرا لك فاطمة الزهراء على هذا الاستقبال ديالك الرائع لينا حنا طاقم برنامج حكايتي في الميريكان، وكنتمنى انه التوفيق والنجاح لغالية البنية ديالك صغيرة وليك انت ايضا، وحنا حبينا عفويتك وحبينا عفويت غالية وبغينا حتى الحب اللي في هذه الأسرة هذه، وكنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا وتنشكركم انكم جيتوا سافرتوا جيتوا على قبلنا وسمحوا لينا فهاد الدخله كما تيقولوا الناس، ومرحبا بكم في اي وقت. شكرا لكم. I love you Rihanna. Look at the camera and say I love you. And okay. Bye bye. Rihanna, do you have a message for your fans? I love you. I love you and I hope you have a good support. مشاهدينا كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا ومع ريحانة. عالم ريحانة جميل جدا، عالم الطفولة والبراءة، وايضا كاين واحد الخليط ما بين الطفولة والبراءة وبنيتها اللي باغا اكيد تكون ستايلش وفاشينيستا. كنتمنى لها كل التوفيق وان شاء الله تكون نجمة في المجال ديالها. شكرا والى اللقاء. ريحانة can you sing for me? I love you so much. I love you. I love you so much and I miss you.